أظهر الدور الريادي لمملكة البحرين ومكانتها الحضارية والإنسانية التي تتميز بها على امتداد تاريخها العريق أظهرت مساعيها الحثيثة في تعزيز التعايش ونشر السلام بين مختلف شعوب دول العالم نعم فسطرت المملكة بفضل الرؤية الثاقبة لجلالة الملك المفدى مبادرة جلالته الحضارية إنجازات ملموسة على أرض الواقع في دعم ثقافة السلام والتعايش العالمي بين شعوب العالم ينبغي علينا جميعا ان نحرص في هذا الوطن العزيز على وحده الكلمه ورص الصفوف والتكاتف والتاخي والمحبه والانسجام والمحافظه على الاصول الدينيه والثوابت الوطنيه والتلاحم الصادق بين ابناء شعبنا الوفي منذ قديم الزمان والى عصرنا الحاضر عرفت مملكه البحرين عبر تاريخها القديم والحديث بانها ارض الحضارات ومملكه للانسانيه والتعايش والوئام والتسامح بين الجميع فدونت المملكه باحرف من نور مساعيها الخيره في احلال التعايش في ربوع العالم باسره هذه الملامح التي سطرها ووثقها نهج جلاله الملك المفدى السديد وايمانه الراسخ باهميه التسامح بين المجتمعات والدول والشعوب عبر منظومه مؤسسيه دوليه تحمل رساله انسانيه لكافه شعوب العالم. اننا ندعو جميع ابناء شعبنا من اصحاب الراي والعلماء والمثقفين والصحفيين والكتاب والاعلاميين والسياسيين وخطباء المنابر ندعوهم جميعا الى ضروره اعتماد خطاب وسطي توحيدي معتدل والتركيز على فضائل التسامح وقيم الاخاء وقرص مفاهيم المحبه والتراحم في النفوس وتعميق اللحمه الوطنيه المساعي الحثيثة لجلالة الملك المفدى الساعية إلى تعزيز التعايش والحوار بين الأديان، تمخض عنها العديد من مبادرات جلالته الداعمة لتعزيز السلام والتعايش بين الأمم، في مقدمتها ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين الذي كفل الحريات العقائدية وما ينطوي عليها من حق ممارسة طقوس العبادة، إلى جانب استضافة أرض المملكة للعديد من مؤتمرات الحوار بين الأديان وتدشين مركز الملك حمد للتعايش السلمي وكرسي الملك حمد للحوار بين الأديان والتعايش السلمي في جامعة سبنزا الإيطالية، كما يركز إعلان مملكة البحرين على تعزيز القيم الرئيسية الثلاث التسامح والتعايش السلمي والتقارب الديني وإيصالها إلى العالمية انطلاقًا من مملكه البحرين ارض السلام